وإن بدا للناس غير ذلك، كان رشاد العليمي واحدا من شخصيات ينتقص منها علي عبد الله صالح. سحق صالح من بين كثيرين شخصية الرجل وأفقده على ما يبدو ثقته بنفسه. انسحبت شخصية رشاد المسحوقة إلى المجلس الرئاسي، فتلقفها عيدروس الزبيدي وقطف ثمرة سنوات من الانتقاص. إن لم يكن ما سبق معقولا بالنسبة لك، فانظر إلى العلم اليمني وهو يدنس تحت أقدام الميليشيا دون أن يقول الرجل كلمة واحدة. وهذا علم الهالكين يتم رمي الحائط بالرصاص. الله أكبر ولله الحمد. والآن امسك يا عبد الهيش، صورني صورني بالله عليك، صورني الآن. الآن يتم إنشاء العلم، علم الوحدة، علم الوحدة، علم الوحدة. الله أكبر ولله الحمد. تم الاستيلاء على معسكر الشهداء من الأحكام ولله الحمد. اذكروا محاسن موتكم، اختلفت معه أو ثرت على نظامه، لا يمنعنك ذلك من الاعتراف بمهارة صالح. عرف الأخير بقدرته على تمييز معادن الناس ومعرفة أهل الشجاعة. إلى جوار هادي كان رشاد العليمي واحدا من اثنين ستنقل إلى أحدهما السلطة في 2012. اختار صالح هادي. إن كان قد اختار الأفضل فهذا يعني أن رشاد الأسوأ، وإن كان قد اختار من بين سيئين فهذا يعني أن رشاد بطبيعة الحال سيء. مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، في عام 2011 أثناء نقاش تسليم السلطة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، كان هناك مقترح بشخصين لنقل السلطة إليهم، الأول رشاد العليمي وعبد ربه منصور هادي، واختار الرئيس صالح الرئيس هادي لأنه كان يعرف رشاد جيدا. ابحث عن الحكمة واسأل نفسك ما السر. لماذا اختار التحالف خلفا لهادي رئيسا شماليا مجردا من القوة وسمح له بالبقاء في عدن؟ ابحث عن الحكمة واسأل نفسك ما السر. لماذا قبل قادة الانتقالي بهذا الشمالي وقد حاربوا الجنوبي هادي من قبله بكل الوسائل؟ الواضح للمواطن قبل أهل السياسة أن رشاد لم يحكم في عدن، لا يحكم في عدن، لن يحكم في عدن. لا يبدو الرجل أكثر من موظف مع التحالف، موظف مثالي عبث مجلس القيادة الرئاسية. من أجل لملمة صفوف حزب المؤتمر، تلقى رشاد العليمي بعد عاصفة الحزم وفق معلومات دعما سعوديا بملايين الريالات، لكنه فشل في المهمة. في 2019 عين رئيسا للتحالف الوطني للأحزاب الداعمة للشرعية. لم يقدم هذا الأخير شيئا سوى بيانات رمادية نادرة. في 2022 وبعد أن عين رئيسا لمجلس يقود البلاد، فهم التوافق بشكل معكوس، ترك المجال مفتوحا للعبث بالثوابت الوطنية وخرج صارخا التوافق التوافق. يقول الرجل كما ستسمعون إنه حريص على رمزية الدولة، والواقع أنه سمح أو تغاضى على الأقل عن إهانة ودوس العلم الوطني. إخواني أخواتي، لقد بادرنا بموجب مسؤوليتنا الدستورية إلى الاستجابة السريعة وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عنها ودعم رمز الدولة وهيبتها الممثلة بالسلطة المحلية وقيادتها في سبيل وقف نزيف الدم وإنفاذ إرادة الدولة، حيث اتخذنا جملة من الإجراءات منها إقالة بعض القادة في المحافظة، إضافة إلى تعليمات أخرى لتطبيع الأوضاع، بما في ذلك تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وأضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة وفقا لإعلان نقل السلطة.
للحصول على درجة علمية أنجز رشاد العليمي مطلع الثمانينيات دراسة بعنوان الأساليب التقليدية لحل النزاع في اليمن. في يناير 2022 أضاف للدراسة سابقة الذكر فصلا جديدا عن حل النزاعات في محافظات الجنوب والشرق. بعدها بأسابيع قليلة عين رئيسا لمجلس القيادة، ولم يتمكن لا بالأساليب التقليدية ولا بغير التقليدية من الانتصار لمؤسسات الدولة، عندما اشتبكت القوات الحكومية مع المتمردين انحاز الميليشيا لا تتبع الدفاع أو الداخلية وصمت عن قصف الجيش. هادي لم يصمت على الأقل شيء من الذكريات. الدمار الجنوني الذي قامت به ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي مدعوما بغطاء جوي وغارات عسكرية لطائرات دولة الإمارات العربية المتحدة، لنفاجأ بعد ذلك بعدة غارات عسكرية قام بها الطيران الإماراتي صباح يومنا الخميس 29 من أغسطس 2019، راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح في محافظة أبين وعدن، وعمليات مداهمات واعتقالات، ووصل الحد إلى إعدامات للجرحى في بعض مستشفيات أبين. أيها الشعب اليمني العظيم، إن معركتنا المصيرية اليوم هي معركة الدفاع عن وحدة وسلامة واستقرار وطن الأجداد ومستقبل الأحفاد في اليمن الاتحادي العادل. في 2012 أفرزت المبادرة الخليجية رئيسا من المحافظات الجنوبية في الشمال دون جيش، أدى ذلك في نهاية المطاف إلى إسقاط الجمهورية. في 2022 أفرزت مشاورات الرياض دون علم المتشاورين رئيسا من المحافظات الشمالية في الجنوب دون جيش، يكاد هذا يؤدي تقول الشواهد إلى إسقاط الوحدة. 10 سنوات بين الرئيسين حاربت خلالها دول إقليمية القوى الوطنية وأعادتنا إلى عهد الإمامة والاستعمار. لا تبتئس ولا تيأس، ما عسعس اليأس مزهوا بظلمته إلا تنفس في أعقابه الفرج. عبدالله، نعم عبدالله لواب يقول باختصار وبدون رتوش، عندما سقطت عصا القشيبي سقطت الجمهورية، واليوم عندما سقطت قدم لعكب سقطت الوحدة.